حكومه الببلاوي؟ حكومه طبعا حكومه ضعيفه وعليها مؤاخذات كثيره هذه الحكومه. أول هذه المؤاخذات التناقض الصارخ. طبعا عارفين دكتور بلوي ينتوي ينتمي لجبهة الإنقاذ، نائبه ينتمي لجبهة الإنقاذ، في عدد من الوزراء ينتمون لجبهة الإنقاذ، في حين أن هم عندما كانوا في المعارضة كانت مطالبتهم أن تكون الحكومة حكومة حيادية. طب ليه كانت أسباب إيه الدافع أو إيه الأسباب اللي كانت دعتهم أن تكون الحكومة حيادية؟ لأنها سوف تشرف على استحقاقات انتخابية، وعشان الانتخابات تكون نزيهة لابد أن تكون الحكومة حيادية. وبعدين فوجئنا ان هم بعد 30 يونيو اذا بالحكومه تتشكل وقيادتها من جبهه الانقاذ، فهذا اول تناقض صارخ. التناقض الثاني كان يعيبون على مجلس الشورى انه بيصدر تشريعات، وان مجلس الشورى ليس من حقه اصدار تشريعات، وان الشعب لم ينتخبه من اجل ان يشرع. وفوجئنا بعد ذلك عندما هم اعتلوا المنصب والحكم اذا بهذه الوزاره المعينه المؤقته تصدر سيلا من التشريعات الخطيره والحساسه. وهذا يعتبر وليس من حقها ذلك، هذا نوع آخر من التناقض. الأمر الثالث ليس عندها يعني رؤية واضحة حتى تعطي للناس الأمل، ما فيش رؤية واضحة، رؤية اقتصادية حتى مش طويلة الأمد، حتى متوسطة حتى قصيرة، ما فيش أي رؤية، في تخبط في القرارات، في تردد في القرارات، وهذا واضح. في مشاكل كانت ممكن الحل مش عارفين يحلوها. هنضرب لك مثال مثلا، مشكلة السكة الحديد، إزاي السكة الحديد تتوقف كل وتحقق كل هذه الخسائر، والى الان السكه الحديد لم تعمل بكامل طاقتها، ومعظم لسه الخطوط تم سرقتها وتم العربيات تكهينها بسبب الركنه. هذا فشل، يعني حكومه تفشل انها تدير سكه حديد، يعني ده هذا فشل ذريع. الامر اللي بعد كده عدم استغلالها للشباب وطاقه الشباب، وده ظهر في احجام الشباب عن المشاركه في الدستور الاخير، ان الشباب واضح ان هو ليس له دور. طيب